اهلا بيكم في نبض 100 عقبه. وطبعا اول امبارح كده فريق كره السله بالزمالك كان عنده لقاء ودي مع منتخب الاردن. والحقيقه يا جماعه ان كاميرا قناه الزمالك كانت متواجده داخل اللقاء، واللي الفريق ظهر فيه بشكل مميز جدا وبشكل يعني يشرف، ممكن الحقيقه كده نقول عليه ده، وحقق الفوز على منتخب الاردن بنتيجه 80-67، وده كان استعدادا لدور ال 16 من دوري المرتبط لكره السله واللي هنواجه فيه نادي الزهور يوم السبت القادم. الحقيقة برضو ان اللقاء الودي مع منتخب الاردن قاد الفريق بشكل كبير جدا في احتكاك قوي وظهور للمحترف طبعا البورتوريكي كايل فيناليس، واللي قدم اداء اكتر من رائع على مدار الفترات اللي خدها في اللقاء. وبالتاكيد يا جماعه هيكون اضافه قويه جدا لفريق السله داخل نادي الزمالك، بنتمنى ان احنا نشوفه بيقدم شيء لنادي الزمالك ويضيف حاجه لفريق السله داخل نادي الزمالك. فخلونا كده نروح نشوف التقرير التالي بخصوص اللقاء الودي ده امام طبعا منتخب الاردن زي ما قلنا، ونرجع مره تانية. اول شيء نحن بنشكر نادي الزمالك على استضافته لنا بهاي المباراه، وبنشكر الكابتن وائل وكابتن طارق على حفاوتهم بالاستقبال يعني صراحه. فطبعا معروف نادي الزمالك نادي كبير ومنكن له كل احترام، فاكيد تعاملنا مع المباراه هي اخر مباراه لنا قبل ما في عندنا بطوله وديه بالاردن، فنحن عم نتجهز للبطوله الوديه. كان في عندنا للاسف شويه اصابات خلال المعسكر، فاليوم كانت يعني تجربه لتجربه بعض اللاعبين الجداد مع بعض اللاعبين الخبره، فكانت شوي يعني ميكس بين اللاعبين، لكن الحمد لله ادينا اللي اخذنا من المباراه اللي نحن محتاجينه. النتيجه بالاخر زي ما حضرتك تفضلت مباراه وديه مش الاهم، الاهم التحضير للمباراه الرسميه، وكانت مباراه زي ما تفضلت يعني نديه وحلوه. ومره ثانيه بنشكر نادي الزمالك على هاي المباراه. يعني بقدر احكي طبعا احنا استفدنا اللي نحن بالامكان كان نستفيده بسبب بعض الاصابات اللي موجوده بالفريق، فممكن كان لو الكل موجودين وكل متعافي كنا رح نستفيد بشكل اكبر، لكن للاسف الكم اصابه هذه شوي عكرت صفو خلينا نحكي المعسكر الى حد ما. لكن بنفس الوقت استفدنا كثير من المباراه، وفي عندنا لاعبين شباب بالمنتخب اخذوا وقت واخذوا تايم ليلعبوا قدام نادي كبير زي الزمالك، فبالطبع استفدنا منها بشكل كثير كبير. انا تابعت الزمالك كمان بالبطوله الوديه اللي لعبوها بسوريا، فالمنتخب نادي الزمالك عم بيعمل كثير منيح. شكر كثير كبير للكابتن وائل، عم بيتعامل بطريقه كثير قوي مع الفريق فنيا، دفاعيا شفنا الفريق متجانس، هجوميا اتوقع كمان اختياره للاجنبي هلا عم بيكون كثير منيح، عم بيساعد الفريق من ناحيه صناعه الالعاب. فبنتمنى لهم كل التوفيق بالموسم ان شاء الله. اول شيء بشكر الزمالك على الاستضافه الحلوه، ما شاء الله لاعبين ممتازين، كوتش وائل، نادي الزمالك نادي معروف، نادي عريق، ما في شيء نحكيه يعني عشان ما ننقص من حقه، هذا اول شيء. ثاني شيء اكيد المباراه لما يكون فيها منافسه الا يصير فيها مد وجزر، ممكن اللاعب يتحمس بلحظتها، لكن كل شيء بيخلص في الملعب بتخلص المباراه معه. نادي الزمالك نادي كبير واحنا كنا متابعينه اصلا في الاردن في بطوله سوريا كمان اللي فاز فيها، وبنعرف اللاعب اللي عندهم واحنا كنا متجهزين، لكن احنا بالاخر كان عندنا هدف نستعد للبطوله اللي حتيجي في الاردن، اخذنا الفائده من مباراه الزمالك والمعسكر بشكل كل، والحمد لله رب العالمين استفدنا يعني. لا يعني الحمد لله بقدر اشكر زملائي، كل يوم بنتمرن صبح وبالليل، وبنقدر ان احنا يعني كل يوم نشتغل عشان عايزين ننافس على كل بطوله نخشها السنه دي. والنهارده كان ماتش قوي، منتخب من اكبر المنتخبات في اسيا، فقدرنا ان احنا يعني عشان بقى لنا كمان 10 ايام توقف، فان احنا قدرنا النهارده نكسب كريتم المباراه، والحمد لله كسبنا الفرق. بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا الكل يشارك والكل يستفيد من الماتش على قد ما نقدر. كابتن وائل بدري من اول المباراه حريص ان هو لاعب ال 12 لعيب والصغير قبل الكبير، فيعني كله لسه ما كانش واخد ريتم المباراه، بس الحمد لله ان احنا بنقدر نخش بنسمع كلام الحاوي في كل حاجه، ويعني ادينا تعليمات النهارده وكنا بنجرب خطط جديده وبنجرب ماتش ودي، يعني الاستفاده منه ان احنا هنجرب اكتر من نكسب يعني والنتيجه. بس الحمد لله قدرنا نكسب وقدرنا ان احنا نلعب بشكل كويس، يعني انا مبسوط من الصغيرين لان هم بيلعبوا بثقه، وان شاء الله ان احنا نقدر نكمل على الفتره دي باذن الله المره الجايه. يعني انا من اول يوم راجل بيتمرن صبح وبالليل، حريص ان هو دايما يكون معانا بطاقه ايجابيه، بنقدر ان احنا يعني نبقى معاه طول الوقت صبح وبالليل، ودايما محتاج حاجه نفضل جنبه عشان ندخله في اجواء المباراه واجواء التمارين كمان،
كمان ده هيفرق معاه يعني الفتره الجايه باذن الله، واي حد يبقى محتاج فتره عشان يتاقلم، وان شاء الله باذن الله يقدر يعني يكسبنا الفتره الجايه ويبقى اضافه كبيره لنا. هو المنتخب الاردني منتخب قوي يعني في اسيا، هم عندهم ويندو قريب، فهم جايين اكيد عايزين يكسبوا، بيلعبوا في فايت وبتاع، واحنا بنساعدهم، هم بيساعدونا، احنا بنساعدهم ان هم عشان يجهزوا نفسهم للويندو ده، هم بيساعدونا ان احنا عندنا لسه ماتشين مع الظهور في دور ال 16، بقى مش دور 8، بقى سيمي فاينل مرتبط، فلازم نبدا يعني ماتشات قويه من دلوقتي والالتحامات، ونجهز نفسنا ان شاء الله عشان نوصل للسيمي فاينل واحنا على اجهز حاجه يعني ان شاء الله. احنا كل ماتش بنخشه احنا عايزين نكسبه، احنا الزمالك، فاي ماتش عايزين نخشه اكيد لازم نكسبه، ده تارجت بالنسبه لنا، الخساره مش حاطينها اوبشن بالنسبه لنا يعني، فان احنا نكسب الماتشات دي كلها يعني، والماتشات الجايه ان شاء الله ده شيء مفروغ منه يعني، فلازم نركز ان شاء الله عشان نكسب في الجايه. هو بقى له 4 ايام فلسه يعني بياخد علينا وكده، بس هو محترف قوي جدا يعني ما شاء الله، ان شاء الله هيفيدنا في الايام الجايه اكتر واكتر لغايه ما نوصل للنوك اوت ستيجز اللي احنا مستنيينها. والتدعيمات كلها تدعيمات محترمه جدا، لعيبه كبيره كلها، وان شاء الله احنا عيله واحده، فاي حد يخش ما بنحسش ان هو غريب، على طول معانا، فان شاء الله نوصل للنوك اوتس واحنا جاهزين باذن الله كلنا. فريق جامد جدا، واحنا كنا حتى لعبوا الجزيره قبلينا وكنا بصينا على الفرقه كده يعني، بس ساعتها كان المحترف لسه ما لعبش وكان في كده كام لعيب مريح يعني، بس فلو هم جم النهارده وكمان يعني احنا ما كناش في احسن حاله ديفنسفلي يعني، فلا هم كانوا في الاوفنس كانوا كويسين حتى بالذات في الاول والثاني يعني، احنا الحمد لله جبنا نفسنا في الثالث والرابع شويه في الديفنس، عشان كده الحمد لله عرفنا نجيب المكسب يعني. بصراحه هو حاوي بيعرف يظبط، كابتن وائل بدري بيعرف يظبط كل ده يعني، احنا قبل السيزون اصلا ما يبدا احنا تقريبا بدانا في نص 7، كابتن وائل بدري جبنا قبل الوقت ده باسبوعين يعني، كنت انا ويونس وعمر واسمه وايمن، فكان اغلب يعني اللعيبه الجديده كلها كان جم وبيدخلنا في السيستم، احنا نيجي نتمرن صبح وليل لوحدنا، وبعد كده لما الفرقه كمان تيجي بندخل معاهم في السيستم برضه، فالموضوع ما اعتقدش ان هو كانت ازمه ان احنا كيمستري يعني ان احنا مش عارفين ندخل مع الفريق، لا دي كانت ما حسيناش بيها خالص يعني. ان شاء الله احنا الحمد لله مستوانا وفي كل البوزيشنز، والحمد لله اللعيبه كلها بتعرف تشوط، الحمد لله الفرقه كلها الديفنس بتاعنا الحمد لله قوي جدا، فيعني ليه لا بصراحه، انا شايف ان عادي جدا بصراحه، ومستوانا لا الحمد ان شاء الله يعني، كمان مع كابتن وائل بصراحه هو والجهاز الفني تعبانين معانا، وكابتن جونسون وكابتن سحارتي، فلا ان شاء الله يعني المكسب يجي والبطولات تيجي ان شاء الله. المباراه كانت كويسه جدا، اعداد كويس جدا لينا، فرقه داخله بطوله اسيا، ففرقه بتلعب بكامل قوتها، مباراه مفيده جدا لينا، نبدا نحضر للي جاي ان شاء الله باذن الله. هو ما شاء الله لعيب كبير، من اول تمرين هو باين ان هو لعيب كبير ولعيب كويس جدا، بدا ينسجم بسرعه جدا يعني، مع الوقت هيتحسن ويبقى احسن واحسن ان شاء الله باذن الله. هو احنا الحمد لله يعني بطوله سوريا، ماتشين في قطر، عاملين فترة اعداد كويسة جدا، دخلنا الدوري كويس جدا الحمد لله، فان شاء الله ده مؤشر ان احنا نوصل للبطولة باذن الله السنة دي باذن الله. طبعا لعيبة كرة السلة كلهم، لعيبة الفريق بيشيدوا بأداء المحترف الجديد كايل فيناليس، اللي طبعا شايفين ان هو ممكن يضيف شيء كبير لكرة السلة داخل نادي الزمالك، بالتوفيق طبعا لكرة السلة ولكل الفرق الرياضية داخل نادي الزمالك.